تنوقل حديث فيما مضى، وهو إذا غلبت عليكم الفتن فعليكم بأطراف اليمن. وهذا الحديث قال عنه شيخ الإسلام رحمه الله كما في مجموع الفتاوى: هذا لا يعرف لفظه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فواجب على المسلمين أن يأخذوا الحذر والحيطة من نشر أحاديث قد تدعم مذهب أهل الأهواء من الرافضة وغيرهم.